في الفيديو ده هنتكلم برضو على نوع من أنواع السكام اللي ممكن يحصل أونلاين بالرغم إن هو حاجة قانونية، يعني هو سكام وهو حاجة قانونية. هنعرف ده إزاي. ده هنا أنا كنت بحاول أخش على الفيسبوك، فكتبت فيسبوك طلع لي الويب سايت ده بدل ما يطلع لي الفيسبوك. أنا كيوزر عادي هفتكر ده في علامة الاف هنا دي كده زي الفيسبوك، السايت ده تبع الفيسبوك، وان هما congratulations ايه ده، دول هيدوني جايزة او انا في حاجة كسبتها. اول حاجة هبص عليها برضو هنا الويب سايت ده ايه. لو انا رحت هنا، هو ده طبعا مش اكتف ويب سايت، ده سكرين شوتس visitor.faceusersurvey.com/test/visitor-survey. ده ملوش دعوة بالفيسبوك خالص، برغم ان هو بيخدع بحركة ان هو حاطط الاف دي. قانونا هو مش مستخدم اللوجو بتاع الفيسبوك، بس اليوزر العادي مش قادر يفهم كده. هنشوف هو عمل ايه هنا. congratulations dear user، اي حاجة فيها dear user dear customer dear مش عارف اسمك الحقيقي دي، اعرف ان هي فيها خداع، وخداع كبير جدا. You have been selected to take part in our anonymous survey. احنا اخترناك عشان survey، والsurvey دي anonymous، يعني احنا مش ما نعرفكش وانت ما تعرفناش. Complete this 30 second questionnaire، اسئلة هتاخد منك 30 ثانية بس. And to say thank you، عشان نشكرك. We will offer you an exclusive product، هندي لك حاجة كده exclusive ليك انت بس لوحدك. Today's product is $1,000 gift card. الجفت بتاعت النهاردة عبارة عن $1,000 or $150 Visa gift card. طبعا حد يشوف كده إذا $1,000 أو $150 عشان 30 ثانية بس، أنا هدوس next، هقول له start. أنا ما خدتش السكرين شوت بتاع أول واحدة، بس كانت أول واحدة دي كانت تقريبا بتسأل أنت ميل ولا فيميل. Congratulations، نفس الكلام هنا، progress 40%. بيسألك question number 2 of 4، يعني هو عايز يسألك بس أربع أسئلة ومستعد يديلك بيهم كارت بألف دولار أو بمية وخمسين دولار. How do you feel about switching your main social network to another؟ يعني أنت إيه رأيك تغير ال social network بتاعتك ل social network تانية؟ I would definitely هعمل كده. لا انا اوكي مع الـ current social network بتاعتي، ممكن اعمل كده، عمري ما فكرت ان انا اعمل كده. طيب السؤال بعد كده ايه؟ what is your gender؟ لا يبقى السؤال رقم واحد كان تقريبا السن، كان بيختار السن، انت عمرك ما بين كام سنة وكام سنة، انت ميل ولا فيميل. و what is your birthday؟ حط تاريخ الميلاد، ودي اخطر حاجة، مفروض تاريخ الميلاد ده اكتر حاجة نحافظ عليها، ما نديهاش اونلاين بالذات في سايتس زي دي. وهو يعني يقول لك لا انت لازم بس عشان نتاكد ان انت فوق ال 18 سنه، وهو تشز ان الكلام ده مش صح، لان هو لو عايز يقول ان انت above 18 years old بيبقى فيه كده زي كونسنت كده وعلامه تتعلم عليها تقول ان انا فوق ال 18 سنه. ما نديش تاريخ ميلادنا بالذات اونلاين. بص بقى هنا ايه. congratulations thank you for participating in our survey، شكرا ان انت ساهمت في السيرفي بتاعتنا. please select a product، اختار انت عايز ايه الجائزة بتاعتك. enter your email address and fill out your shipping details on the next page، وقلنا نبعت لك الجائزة دي فين، في عنوان الشيبينج بتاعك. iPhone 5 quantity left sold out. بص هنا ده التاريخ كان امتى، كان 24/6/2015. ايفون 5 ده كان في كام، في سنه كام، 2013 او 2013، وبعد كده ايفون 5 اس 2014، وايفون 6 بلس كان 2015. $1000 gift card، في بس باقي اربعه. الفيزا هنا ده باقي فيه 2 pieces، هما كانوا مستنيين ان احنا نخش عشان يقولوا لنا بس ان هو فاضل 6. طيب انا عملت اوكي. do you spend more than 1 hour a day on Facebook yes or no let us know then get $150 visa gift card details apply.
كان في من شوية $1,000 ودلوقتي بقت $150. انتر يور زيب كود، فين الزيب كود؟ طيب هنا بقى ده الفاين برينت، وده في بقى ليه فاكر قلت لكم الاول برغم ان هي سكام بس هي ليجل، فين الليجاليتي بتاعتها؟ هشوف كده الكلام تحت ده مكتوب فيه ايه. Consumer incentive rewards gift program is not endorsed, sponsored or affiliated with Visa. ال consumer incentive rewards ده اللي هو كده بقى خلي على السايت ده، ده ملوش دعوة بفيزا ولا فيزا International Service Association ولا فيسبوك. ده هو هنا يعني كان مستخدم اللوجو شبه الفيسبوك، هو ده بيقول لك انا ماليش دعوة بالفيسبوك، فهو هنا حذرك او هو قال لك بس انت ما حدش بيقرا الفاين برينت اللي تحت ده. Or any other merchants listed above. او اي merchant موجود هنا. Such terms are registered trademark of their respective owners. طب ايه التفاصيل التانية بقى؟ This promotion is conducted exclusively by consumer incentive rewards. To receive the gift you must, اهو بقى لازم اعمل ايه بقى؟ Be a US resident. اوكي انا في US. 18 or older and complete the registration process with your valid contact information. اوكي انا above ال 18 وهديكم المعلومات السليمة بتاعتي. رقم 2 هنا بقى ايه؟ Complete هنا بقى 2 silver 2 gold and 2 platinum. ده مش or وor وor، ده لازم اعمل 2 من ده و2 من ده و2 من ده. Sponsor offers within 60 days of your program sign up date. في خلال 60 يوم من ما تعمل sign up. Offer availability will vary. ورقم 3 المفروض اعمل ايه؟ Not cancel your participation in more than 2 sponsor offers within 30 days of the sponsor offer initial transaction date. وملغيش ال اكتر من 2 في خلال 30 يوم. رقم 4 complete all program requirements including the gift redemption process within 180 days of your program sign up date. اكمل الجيفت ريديمشن، اخد الجيفت دي في خلال 180 يوم من ان انا عملت ساين اب للبروجرام. تعالوا كده انا دوست هنا على السيلفر والجولد والبلاتينم، هنشوف ايه السيلفر والجولد. لازم اكمل 2 اوفر من كل حاجه. ادي السامبل اوف سيلفر اوفرز. ايه ده؟ ريفير ا فريند، فاست اند فري اوتو انشورنس سيفنج، فري بروفيشنال جريد شيفز نايف. ايه السيلفر اوفرز دي؟ طبعا كل ما كليك على واحده من دول عايزين برضو يفضلوا ياخدوا مني المعلومات وياخدوا مني الايميل وال تاريخ الميلاد، وهو ده اللي بيجيب اكتر جنك ايميل عندي. ايه الجولد اوفرز؟ اهو نفس الحكايه، ده ريفير ا فريند، هلو يوث اف اكس، سيلولايت سوليوشن، هايدرو اوبتين 30 داي ريسك فرايل 3. طيب البلاتينم اوفرز برضو ريفير ا فريند، زد بي 1 بيني اوكشن سايت، فاست اند فري اوتو انشورنس سيفنج. خلاصة ان كل السايتات دي هبص عليها انا عشان طمعت ان انا اخد $150 او $1,000 او الايفون او اي حاجة. هم عمالين كل شوية يجرجروني، الاول سحبوا مني الايميل ادرس، سحبوا مني تاريخ الميلاد، وهيفضلوا يسحبوا مني كل المعلومات دي. وابص في الاخر خالص ان انا عشان اعمل ساين اب على الحاجات دي هدفع فلوس قد كده اكتر من ممكن حتى من اللي انا اخدها من الكارت اللي هو $150. الليجاليتي ان الموضوع ده قانوني، ان هو شرح لك كل حاجة وحاططها لك، بس حاططها لك في فاين برينت، محدش عامة بيقرأ الفاين برينت. لو جينا دوسنا على الاجريمنت بتاعتهم، ده اجريمنت دي طويلة، دي 7، ادي 1 لحد 7، طويلة جدا عشان تقعد تقرأ، محدش بيقعد يقرأ طبعا الكلام ده. فنخلي بالنا دايما واحنا بنتشك الويب سايتس ان هو كتبت فيسبوك او كتبت اي سايت، ان هو ده اللي بيطلع لي مش سايت تاني. وخلي بالي من اللوجوز، فيسبوك اللوجو بتاعه مش اللي هو اللي كان ظاهر. كل الحاجات دي كلها هتمنع ان احنا يحصل لنا سكام واحنا بنبقى على الانترنت.